السلام عليكم، مساكم الله بالخير. هذه طريقة جديدة في غرس النخيل، جديدة بالنسبة لنا، ولكن أعتقد في مجتمعات مطبقين النظرية هذه، ومن ضمنهم اللي يقوم بالغرس الآن، اللي تقوم على قص جذع النخلة كامل، العصبان جميعها ومع القلب. ليش؟ لأن هذه العصبان الخضر تمتص الغذاء من الجمارة، الجمارة حتى الآن من الجذع، الجذع ما فيه عروق يتغذى فيها. تقص عشان الفسيلة نفسها تحتفظ بالغذاء والماء الموجود فيها، وتقوم بدفع النمو الجديد وتحريك الجذور بشكل مناسب. بعد ما تقص يتم دفنها وردمها بالطين بشكل قوي لإخراج الهواء إذا كان موجود، لأن بقاء الهواء يدمر الفسيلة من ناحية الأعفان والحشرات والفطريات، لابد من الدك لإخراج الهواء، وهذا مطبق في الفسائل القديمة والجديدة. بالطريقة القديمة أقصد، والجديدة هذه دك بالطين، بعدين تردم بالتراب زي ما نشوف، كأنه يدفن برميل بندي ما شاء الله، اختفت الفسيلة. والآن يردمها بالتراب، لازم يرفعها عشان الموية ما تجي في القلب، تجي حول الجذع، ما تجي تدخل في القلب. الموية دخلت في القلب سواء الغرس بالطريقة هذه أو الغرس بالطريقة القديمة تموت الفسيلة، أمراض فطرية وحشرية وعلى طول أعفان. فالغرس لازم نبعد الماء 40-50 سنتي عن القلب ضروري أو عن الجذع. ولكن بالطريقة هذه زي ما تشوفون دك لإخراج الهواء وتقوية الجذع. الآن اردمها بالتراب عشان الجذع ما يجي موية زي ما قلنا، أو القلب. نسكب الموية الآن، نجيب الموية سكية طريقة الري، ما شاء الله بدأت النموات الآن. هذا في الغرس القديم، الطريقة القديمة ياخذ وقت وعمر على ما يوصل المستوى هذا.